السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية الغذاء في البحث العلمي، ده عنوان مثير للاهتمام وغريب لمقال علمي مشهور ومنشور في مجلة اسمها Journal of Cell Science بعنوان تأثير 5.28. المقال دوت لعالم أمريكي كبير اسمه مارتن شوارتز بقسم الميكروبيولوجي بجامعة فرجينيا، بيتكلم في المقال دوت، هو عامله سنة 2008، انه أهمية الغباء البحث العلمي. يعني لازم عشان نعمل بحث علمي يكون في نوع من انواع الغباء او تقبل الغباء. هو بيتكلم انه بيسأل زميلة لي كانت بتدرس معاه في الدكتوراه، ومرة واحدة تخلت عن البحث العلمي وتخلت عن الدكتوراه والحاجات دي، بيقول لها ليه؟ فبتقول له انا اشعر بالغباء كلما زادت قراءة واجريت تجربة بحثية. فخلاه يعمل المقالة ديت ان اهمية الشعور بالغباء في البحث العلمي. ملخص المقالة ان احنا لو لم نشعر بالغباء فده معناه ان احنا مش بنحاول حقا، ان احنا عمالين نمشي في الاماكن اللي احنا عارفينها وبنكرر نفس الكلام اللي احنا عارفينه. فهو شوارتز هنا بيدافع عن الغباء المنتج للبحث العلمي. اللي بيشتغل البحث العلمي لازم ما يخجلش من ان هو في معلومات كتيرة ما يعرفهاش، ان هو مش ملم بكل جوانب العلمية المشروع. لازم نحن نشعر بالغباء عشان نتعمق اكتر ونبقى عندنا فضول على طول في المجال البحثي، وده طبيعي. يعني يقول لك ايه العلم ثلاث اشبار، اللي يبدا اول شبر يفتكر انه عارف كل حاجه، اللي تاني شبر يعرف ان هو لا في حاجه كتير ما يعرفهاش، تالت شبر بقى يعرف ان هو ايه يتواضع كده وان ما فيش حد ملم بكل حاجه. يعني رساله الدكتوراه نفسها لما تاخد الدكتوراه مش معناها ان انا بقيت يعني سوبر هيرو في النقطه دي، لا، معناها ان انا عندي الادوات البحثيه اللي اقدر اناقش بيها الموضوع دوت، وعارف مقدار جهلي ومقدار علمي في الموضوع ده. يعني كان احد الفلاسفه بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو قال لي خد العلم المطلق ما ينفعش، العلم المطلق لا يجوز الا لله، لا سجدت بين يدي الله وقلت له هذا لا يجوز الا لله. ما فيش حد عندنا، مفيش حد بشري عنده العلم المطلق. لازم طول ما احنا شغالين عارفين ان احنا بنعرف اجزاء بسيطه، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كان احد الاصدقاء يعني كان بيتكلم مع جامعه مع الان في بي اي، ودي خاصه بالدراسات بالتحريه وعامله كود التحريه، فعمال نناقشهم في بعض الحاجات، يعني بعت لهم اسئله استفسارات يعني في حاجات مش واضحه وبتاع، فعجبهم كلامه وقالوا له ايه طب تعالى اشتغل معايا، وفعلا راح عشان يشتغل معايا. ففي اول اجتماع دخل وقاعد بقى في ترابيزه مع اكبر علماء في المجال والناس اللي هم يعني اساتذته بتاع، فقعد ساكت عشان يتعلم ويسمع. فقال له انت ساكت ليه؟ انت احنا محتاجينك، احنا لو قعدنا نتكلم كل يوم احنا اللي عاملين لك كتب عشان نتطور، احنا عايزينك انت تتكلم عشان تلقي حجرا في المره كده ونبدا ان احنا نتناقش والحاجات دي كلها. لازم ننطلق في البحث العلمي بروح اطفال كده عن نفسنا، نعرف الطفل الفيلسوف الاول يعني عنده اسئله كتيره وعنده شغف ان هو يعرف وعنده استعداد ان هو يتقبل معلومه وعنده استعداد ان هو ياخد معلومه عكس اللي خدها في الاول ويبني عليها قناعات ويبدا يشوفها هل هي صح ولا غلط. لو احنا بنعمل بحث علمي ومنطلقين من نقطه معينه يبقى عمرنا ما يعني احنا مثلا عندنا اجماع ان الحاجه دي حلوه خلاص حلوه، او عندنا اقتناع مثلا ان الارض مسطحة او كروية او ايا كان، لكن هنتكلم ونعمل ودي حاجة ثابتة، لا مفيش حاجة ثابتة، نبدأ ان احنا نناقش فيها وحاجات كلها ممكن يكون اللي قبلنا اخطأ. يعني عدد كنا سمعت مثلا كان حد عدهم غلط والناس مشيت ورا سنين طويلة لحد ما حد بالصدفة كده بيعد لان ان اللي عد اول مرة غلط وهكذا. السبانخ مثلا نسبة الحديد اللي فيها هي الفصلة اتغيرت فالناس اعتقدت ان هو 10 اضعاف الحقيقة، فمفيش حد بيحب ان هو ايه يتأكد من معلومة او ان هو يعمل تجربة تانية او دول احنا منطلقين في البحث العلمي. لازم يكون عندنا اقتناع ان ممكن يكون في معلومات عندنا خاطئة وان احنا نحسنها. ممكن اثناء البحث العلمي انت قايم ايه ان البيم ده كويس، التكنولوجيا الحديثة كويسة في النقطة دي، لكن اثناء البحث النتائج عمالة تطلع ان هو غلط 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 غلط، لكن لا ما ينفعش اقول انها غلط، انا هاتني الكلام واقول لا ان هي حلوه وكويسه.
ممكن تعمل بحث مثلا على حاجة دواء بقاله سنين موجود في السوق لكن نتائج وحشة، زي مثلا منظمة الصحة العالمية لما سمحت بالليزك لفترة طويلة وناس كتيرة عملت، أنا عملت الليزك ومشيت معاها كويسة، لكن في ناس عملت الليزك وضرها وعمل مشاكل فمنعته بعد كده. ففي البحث العلمي لازم توقن إن مفيش حد يمتلك المعرفة الكاملة، وإن لازم إن إحنا نصدم بمعلومات نكتشف مدى جهلنا، لكن إحنا بندخل كهوف مظلمة عشان نكتشف حاجة جديدة. لو احنا ما دخلناش وفضلنا في المكان اللي في نور، مش هنقدم حاجه للبشريه ومش هنقدم حاجه اللي بعدين. لازم ندخل في اماكن ما حدش وصلها قبل كده، نحاول نربط بين حاجتين مختلفتين، او نحاول نعكس حاجه ونحاول ان احنا نوصل ليها ونشوف حاجات ما حدش اتكلم فيها قبل كده ونبدا ان احنا نجربها. فلذلك الغباء مهم جدا في البحث العلمي.